يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى الوسيلة عند المشركين وما معناها عند الموحدين، وما المقصود بقول آت محمدا الوسيلة والفضيلة؟ بينا هذا أكثر من مرة، قلنا الوسيلة عند الموحدين العمل الصالح، سمي وسيلة لأنه يقرب إلى الله، فأنت لا تنال مرضات الله ولا ثوابه إلا بالعمل الصالح، ولذلك سمي وسيلة. أما الوسيلة عند المشركين فهي أن تجعل بينك وبين الله واسطة من صنم أو حجر أو شجر أو ميت ليشفع لك عند الله أو يقربك عند الله، وتقدم له العبادة، تذبح للميت، تنظر للميت، تهتف باسمه من أجل أنه يتوسط لك عند الله. هذه الوسيلة عند المشركين. وأما الوسيلة التي في الحديث فهي قصر في الجنة، قصر في الجنة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، سلوا الله لي الوسيلة، وهي منزل في الجنة. نعم.